رجعنا لكم بعد 40 دقيقة مثل ما كنتم شايفين صاروا بهذا الشكل، ريحة أسطورية خرافية طعمة خيالية. تمام، الطبق أو الوصفة الهنغارية تشيكن بابريكاش مع الشيف محمود في المطبخ خرافي. راح أضيف الآن الزينة مثل ما كنتم شايفين، بصل أخضر مقطع بهذا الشكل بيعطي رونق وبيعطي مظهر رائع جدا. إن شاء الله يكون نال إعجابكم. رجعنا لكم بعد ما قلبنا القالب على الجانب الاخر، طلع بهذا الشكل. وضعنا له نسكافيه على وجهه كزينه مثل ما انتم شايفين، راح افرجيكم داخله كيف صار بهذا الشكل. هيك كان شكل النهائي كطبق اليوم قدمنا لكم اياه، السفرجلية الحلبية على طريق الشيف محمود في المطبخ خرافي. ريحة أسطورية، طعمة منقطعة النظير، ما بتشبه أبدا الصورة مقارنة بالواقع. شيء يعني إن شاء الله بتجربوه على نفس الطريقة وتنال إعجابكم. يفترض يكون مع كبة، ولكن إحنا طبخنا جنب أرز. والوصفات القادمة إن شاء الله راح تسد الفراغ على قدر مسؤولية تجاهكم. ان شاء الله تنال اعجابكم. هيك كان الشكل النهائي كطبق اليوم قدمنا لكم اياه، وكوصفة الكيك بالكراميل مع الشيف محمود في المطبخ خرافي. ريحة اسطورية، طبعا طلعوا عنا بحجمين مثل ما كنتم شايفين، الحجم اللي في المنتصف والحجم اللي بالاطراف. كون الخلطة عنا ما كفت لكافة الاحجام، راح افرجيكم داخل الكيك كيف صار مثل ما كنتم شايفين. داخله كيف وقلبه شلون، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. هيك كان شكل النهائي كطبق قدمنا لكم اياه اليوم، محسوب على القشه او الباتشا لسين العجل مثل ما انتم شايفين. شكله يعني اسطوري، طعمته وريحته رائعه جدا. حضرنا ساندويتش وقسمناه بهذا الشكل، تقدروا تعملوا فته، طبعا هذا الامر موجود بالفيديو. ان شاء الله يكون نال اعجابكم. هيك كان شكل النهائي كطبق قدمنا لكم هذا اليوم، وصفة الموز المقلي مع الشيف محمود في المطبخ خرافي. بعد ما زينا بالسكر الناعم مثل ما كنتم شايفينه، راح افرجيكم داخل القطع كيف صار مثل ما كنتم شايفين. داخليا طلعت بهذا الشكل، شايفين ريحة طعمة منقطعة النظير. ان شاء الله يكون نال اعجابكم. هيك كان شكل النهائي كطبق لليوم قدمنا لكم اياه. سرر الدجاج المحشوة بالأرز والتوابل، الوصفة الخاصة بمطبخ خرافي مع الشيف محمود. مثل ما تقول شيء شكلهم أسطوري، طعمتهم خيالية. تمام، راح أفرجيكم داخل السرة كيف صار على هذا النحو والشكل. شايفين الأرز، ريحة أسطورية خرافية. إن شاء الله يكون نال إعجابكم. هيك كان شكل النهائي كوصفة اللي قدمنا لكم اياها اليوم، تمر هندي على طريق الشيف محمود في المطبخ خرافي. شراب صحي بامتياز، منصوح به دوليا طبيا. انصحكم ان شاء الله في السبتلو بالمشروبات الصناعية، ان شاء الله يكون لأعجبكم. هيك كان شكل النهائي كطبق لليوم قدمنا لكم اياه، كيكة الخضار مع الموزوريلا مع الشيف محمود في المطبخ خرافي. راح افرجيكم داخله كيف صار على هذا النحو. داخلة الخضار مع التوابل طلعت في هذا الشكل اللي انتم شايفينه، ان شاء الله تنال اعجابكم. هيك كان شكل النهائي كطبق اليوم قدمنا لكم اياه، محسوب على الحلويات محلاي بارده بالفاكهه على الطريقه الروسيه. ان شاء الله مع الشيف محمود مطبخ خرافي، ان شاء الله يكون نال اعجابكم.
هيك كان شكل النهائي كطبق قدمنا لكم اياه لليوم، تشيكن رولز شرائح الدجاج المحشوه بالجبن على هذا الشكل اللي انتم شايفينه، بطريقه يعني سريعه يعتبر من الفاست فود. راح افرجيكم داخل الرول كيف صار، مثل ما انتم شايفين هيك، شايفين الجبن على هذا النحو اللي انتم شايفينه. ان شاء الله يكون اعجبكم. هيك كان شكله النهائي كطبق قدمنا لكم اياه كوصفه المهلبيه مع الشيف محمود في مطبخ خرافي، طعمه رائعه جدا، قوام مثل ما انتم شايفين. ان شاء الله ينال اعجابكم. هيك كان شكله النهائي كصينيه باللحمه مع الخضار، جهزنا لكم اياها اليوم في مطبخ خرافي مع الشيف محمود، ان شاء الله تنال اعجابكم. هيك كان شكله النهائي كطبق لليوم قدمنا لكم اياه، الأندوم الصحية على طريقة الشيف محمود في مطبخ خرافي. كما وضعنا الخضار الملونة اللي شايفين حضرتكم الألوان الزاهية، ناهيكم عن الريحة الأسطورية الخرافية اللي عم تفيح منها، تمام، لحتى يكونوا حافز ومسبب لأنه الأطفال يرغبوها بالنسبة للألوان وبالنسبة للريحة كمان. عنا الخضار كله فريش، راح أفرجيكم كيف صارت. مثل ما انتم شايفين هيك، شايفين ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. هيك كان شكله النهائي كطبق اليوم قدمنا لكم اياه، الخس المحشي على طريقه الشيف محمود في مطبخ خرافي، ريحه اسطوريه، طعمه اسطوريه خرافيه. راح افرجيكم داخل الخس كيف صار على هذا الشكل والنحو، شايفين الرز كيف مفلفل واللحم والفليفله الحمراء والخضراء والصفرة، شكل اسطوري، طعمه يعني ان شاء الله بتنال اعجابكم. هيك كان شكل النهائي كطبق اليوم قدمنا لكم اياه، محسوب على الحلويات قطايف بالقشطه مع الشيف محمود في المطبخ الخرافي، راح نضيف عليهم قطر على هذا الشكل. راح نزينهم بالفستق ان شاء الله يكون نالوا اعجابكم. هيك كان شكل النهائي كطبق لليوم قدمنا لكم اياه، وصفه المخلوطه الحلبيه على اصولها مع الشيف محمود في مطبخ خرافي. مثل ما انتم شايفين وضعنا خبز مقرمش مقلب الزيت في منتصف الصحن وعلى اطرافه اللحم، اضافه للفجل بثلاث اشكال وانواع، الاحمر والاسود والاخضر، لزاما تؤكل معها فجل. هيك كان شكل النهائي كوصفة سريعة قدمنا لكم اياها لليوم مع الشيف محمود في المطبخ خرافي، شوربة الشعيرية ريحة اسطورية والشكل مثل ما انتم شايفين، عوضا عن الاندومي للاطفال تقدم ومع الوجبات الرئيسية. ان شاء الله تنال اعجابكم. هيك كان شكل النهائي كطبق قدمنا لكم اياها لليوم، وصفة سبايسي مع الشيف محمود في المطبخ خرافي. يفترض نرجع لكم بفيديو ولكن اثرنا ما يطول عليكم الوقت واكتفينا بهذا القدر. قرينا البطاطس وحطينا الزينة اللي شايفين حضرتكم، وداخليا صارت بهذا الشكل مرمشة، شايفين بياض الدجاج كيف، طعمة رائعة جدا، ان شاء الله يكون اعجبكم. هيك كان شكله النهائي كطبق اليوم قدمنا لكم اياه، محسوب على المعجنات كرواسان بمربى الكرز وشوكولا الخام، اضافة للجبنة الاشوان طلع بهذا الشكل اللي شايفينه، عجينة هشة. راح افرجيكم داخلة كيف صار، في عنا هون قطعة المربى الكرز، شايفين كيف داخلة، شايفين العجينة كيف هشة، تمام، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. هيك كان شكله النهائي ككوسة عجور محشي بالفريك والمكسرات، راح افرجيكم داخله كيف صار. في عنا هون حبة على جنب راح نقسمها بالنصف، شايفين كيف المكسرات بداخله واللحم على هذا النحو. ان شاء الله يكون نال اعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناه والتعليق واللايك والشير ونشر الرابط عبر المنصات المتاحه. حياكم الله في المطبخ الخرافي في كل يوم جديد مزيد،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.